خطر راضي في خطر راضي في خطر معتقل في خطر. هذه الوقفة جاءت يعني تنديدا يعني تمطيط الاعتقال الاحتياطي والتحكمي لسليمان الريسوني واللي هو مضرب عن الطعام مدة 50 يوم. كنتمنى أن سليمان يكون يعني كيسمع صوتنا الآن، وحنا كنطالبوا بأنه يوقف الإضراب عن الطعام ديالو أولا، ثم كنطالبوا بأنه يحظى بمحاكمة عاجلة. بالنسبة للحالة الصحية ديال سليمان، ما ممكن إلا تكون حالة صحية ديال واحد السيد 50 يوم، أقول 50 يوم ديال الإضراب عن الطعام. وأي واحد يعني يزايد بهذا الشيء يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام التاريخ. لإثارة انتباه يعني المغاربة والرأي العام بالخارج والداخل بأن سليمان الريسوني اللي معتقل لأسباب سياسية وبسبب عمله وبسبب مقالاته الجريئة راه اليوم يمكن يموت، راه في خطر اليوم 50 من يضربوا عن الطعام. ورغم كل ما تقول الإدارة فإن حالته حسب عائلته اللي زارته بأنه في حالة خطيرة وبأنه عنده بزاف الأعراض الآن ديال الإضراب من اللي كيمتد بزاف. وأنا شخصيا من اللي في النهار ديال 19 يوم ديال الإضراب، يعني رغم أنه في العمر ديالي كبر منه، إذا كنت وقعت لي واحد الخلل في لاتونسيون في الضغط ديال الدم اللي كاد يودي بحياتي نهار 2. ولحسن الحظ انه تطلق نهار 23 مارس. اذا راه الحاله ديالو خطيره لانه هو دوز 50 يوم بينما انا دوزت فقط 20 يوم. اذا خاص الاطلاق ديالو بكل، وخاص المغاربه يعني يساهموا في الضغط على الدوله باش تطلق الصحفي الجري والمهني والمناضل الديمقراطي سليمان الريسوني وكذلك عمر رضي. الشعب يريد صلاح المعتقل، الشعب يريد صلاح. الوضعية ديال سليمان الريسوني وضعية خطيرة بعد 48 يوم من الإضراب، وضدا على الادعاءات الحقيقة ادعاءات سخيفة ديال إدارة السجون اللي كتقول بأنه الوضع ديالو صحي عادي. أنا كنعرف راني مريت من الإضراب على الطعام، كنعرف بأنه ملي كتوصل 48 وأنت في الخطر الدائم والداهم، وبالتالي ما يمكن لكل القوى الديمقراطية الحقوقية والسياسية والنقابية إلا تحمل الدولة مسؤولية على الحياة ديال الصحفي الريسوني. سليمان لهذه الحالة هذه، اللي فعلا نخاف عليه أنها تخلف فيه عاهات. هاد 50 يوم ديال الإضراب ما يخرجش منها سليم، كنتمناو أنه يخرج سليم وأن الدولة فعلا تعتق نفسها وتنقذ سليمان من هاد الموت أو من إصابته بعاهة مستديمة مستقبلا. العار يا للعار، صحفي في خطر.